ملابسها لولا البراهين يوسف كان ملابسها من يوم هويتك جرالي ايه ملابسها شغلت فؤادي وجابت لنا احبا ولاد رنان كم اخ؟ 7 ان شاء الله. سميلي الكبير احمد خميس اللي. الكبير خميس هو مش معانا دلوقتي خميس تمام ورمضان الثاني عمالنا اشرف اشرف وعلاء تمام ومحمود وعرفه ومصطفى مصطفى ده فين؟ في الجيش حاليا وكلكم بتشتغلوا مع بعض؟ احنا كلنا مكملين بعد الحمد لله يعني الحمد لله كل واحد ليه بديل محمود ومصطفى بيكملوا بعض النسخة واحدة الاثنين منشدين بينشدوا وماك علاء وعرفه برضه بيكملوا بعض في الغاب واحد اثنين بيغوبين كلكم متفرغين للمديح ولا في شغل تاني؟ لا احنا كلنا متفرغين المديح مفيش غير ما انا اخويا عرفه ده عشان لما علاء حاليا ماشي معنا اساسي مع شغال فرشة موبيليا كله بيمضي في دفتر ربنا دلوقتي انت اقدم واحد في الفرقه بدات معاه الفرقه اصلا الحاج عبد النبي الحاج عبد النبي الله يرحمه بدا من 81 انا بدات معاه من 82 هو اول ما بدا كان مع الشيخ احمد برين من ده كان مع الشيخ احمد برين هو بدا تمام انت بتبداه هو اساسا كان هو بطانه الشيخ احمد بطانه معاه بطانه الشيخ احمد تمام وهو الشيخ احمد برين هنا من متجوز هنا في الدير متجوز الشيخ احمد برين اساسا من سلوه هو في الحله